واديبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعدادات حسين واديبو للشوط الثاني من الدوري الوطني ضد ناجي الجيش الوطني. بطبيعة الحال ناجي عريق مع أغلب الجيل الموريتاني. المباراة تكون مهمة لأنها تكون ترد حسين واديبو للصدارة بفارق نقاط مهمة قبل الجولة الثامنة مع وجود مباراة متأخرة من الجولة الثانية أمام نقصان فريق مستعد من العناصر متواجدة خصوصا بعد عودة اللاعبين من بطولة العرب. فريق استعاد جميع اللاعبين ومتوفرين أمام طاقم الفني ومباراة مهمة بحساب هذه الجولة الثامنة كما قلنا بمشوار البطولة اللي هو الهدف الأساسي عند الفريق بطولة الدوري الوطني وبطولة الكأس الوطنية. وجميع اللاعبين كما كنا متواجدين باستثناء اللاعب شقري عبد الرحمن اللي عنده إصابة وكذلك اللاعبين المصابين اللي قبل تمنى لهم العودة أقوى بونا ومحمد كذلك ظهير رشيد سيد أحمد بإضافة إلى جيبي جوب كبران. جميع بقية اللاعبين كما قلنا متواجدين تحت إدارة الطاقم الفني مستعدين هايجون ومستعدين كذلك لمستقبل البطولة الوطنية خصوصا الجولات القادمة وكذلك بطولة الكأس. Yeah, catch. Oh, no, catch. Stick it. Stick it.